العربية، هنا تعال العربية. تعال. افتح. يلا. دوق دوق. جود جوب سعادة الملك، جود جوب. لا ولا ايه، دي اوامر، اوامر وجات لي وانا بس بنفذها. اوامر؟ الناس اللي بره بيقولوا لك مش مشكلة، مش مشكلة ان انت تقبض عليك، ومش مشكلة السلاح اللي راح، مش مشكلة اي حاجة خالص. اهم حاجة ان انت بخير وسلامة. انت عارف انا بعزك قد ايه، كان نفسي والله انا اللي اعمل العملية، بس انا ما بحبش اوسخ ايدي، فعشان كده مضطر اتفرج. هتوحشنا، هتوحشنا يا سعادة الملك. عملتها طحان؟ لا لا، مش خايف؟ واحد ميت هيخاف من ايه؟ مش قلقان حد يشوفك او يعرفك؟ هانت، ولو حتى في حد شافني مش هيقدر يعمل لي حاجة. انا ماشي في سكتي وبقرب من هدفي، والحكاية خلاص مش بقالها غير يوم ولا يومين بالكتير. لما النهاية بتقرب بنفتكر البداية. سنين ودي عدت. الصياد مات ليه؟ عشان كانوا قربوا يعرفوا الحقيقة. الضباط كانوا معايا في الإدارة اللي اتنقلت ليها، كانوا ابتدوا يحققوا ووصلوا لحاجات كانت توصلهم ليا في النهاية. ده غير طبعا إن الصياد لما مات بقى أسهل إنه يكمل. وأنت ليه تعميت؟ عشان الضباط اللي في الخلية يطمنوا، يعرفوا إنه خلاص مش ممكن أتعرف عليهم، مبقاش في مني خطر. يعني كده الصياد اللي بيبوظ لهم شغلهم وبيقتلهم الناس اللي بتشتغل معاهم مات، والراجل الوحيد اللي في الدنيا اللي ممكن يحاول ينتقم منهم متعمى. والكل يخرج من الجحور ويعيشوا من غير ما حد يعمل حسابه. بالظبط كده. يعني انت بقيت اتنين، لو جري ورا واحد يسيبوا التاني، ولو وصلوا للتاني هيلاقوا انتهى. فاكر يوميها؟ كانت بتضحك. كنت رايح الشغل عادي، كنت فاكر ان كل حاجة خلصت خلاص، فاكر ان الموضوع انتهى، وان ماجد لما كان بيهددني كان يقصد انهم هيحاولوا يقتلوني انا، وكنت عامل حسابي، كنت واخد حذري كويس. بس انا كنت غلطان. اللي حصل كان لازم يعملوه. كانت رسالة لأي حد فيهم هيفكر لحظة انه يمشي. وكله شارك، كله شال نصيبه من الدم. انا شفت كل حاجة من غير ما اكون هناك. عرفت دخلوا ازاي، كانوا كام، ومين عمل ايه بالظبط. لعنة لما بقى قادر أشوف اللي المفروض ما أشوفوش، لما بقى قادر أفهم غصب عني، أعرف الحقيقة حتى لو حاولت إني ما أعرفهاش.
كان لازم أموت بعد كده، بس فضلت عايش. كان لازم أتعمي، بس فضلت شايف. عشان كده مت وتعميت. واخترعته السيد ده هو اللي هينتقم لي، هو اللي هيعمل كل اللي انا مش قادر اعمله. كنز حقيقي، كائن لقيته بيتشكل قدام عينيا من تفاصيل القضايا اللي انا اشتغلت فيها وما وصلتش فيها لحاجة. فجأة لقيته قدامي بيتنفس وبيمشي وبيقتل، بيعمل كل حاجة. امتى عملت كده؟ بعد الحادثة بيومين، بعد ما التحقيق اتقفل. ما كانش فيه أي شهود باستثناء شاهد واحد، وقال إنه ما شافش حاجة. مش فاكر بقى انا فكرت في الصياد ولا لقيته ولا وصلت للقرار ده ازاي. المهم ان كل القضايا اللي انا نسبتها له ما كانش هو اللي عملها. واول جريمه قضيه الدكتور. هما حاولوا يقتلوك؟ ايوه، بعد ما مات الدكتور النيجيري ماجد قابلني. ما انا قلت لك اللي بيدخل في مواضيع زي دي ما بيطلعش منها حي. يا ريتني مت. خليك متفائل، انت لسه عندك فرصه تبتدي حياتك من جديد. بس نظف مخك وبطل تعمل بطل على ما فيش. اللي انت كنت خايف عليهم خلاص راحوا. عايز رأي؟ دي ميزه مش عيب. ميزه، انا عارف. عارف مين اللي عمل فيهم كده؟ مين اللي قتلهم؟ ايوه، صياد. صح كده. انا عارف ان انت شغال في القضيه، وسمعت ان هو اللي قتل الدكتور بعد ما خلص على واحد شغال معانا. ما كنتش انا اللي قتلته، كانت قضيه ما اتحلتش بس جت في صالحي. كان عايز ينافسنا. احنا عارفين ان انت هتعمل شغل كويس في القضية دي، انت لسه شاب والحياة قدامك، تقدر تبتدي فيها من جديد. لسه نفكر صح. كان مبلغ كبير قوي، اكتر من اي مرة قبل كده، وقررت ان احسن حاجة اصرف فيها الفلوس دي هي انتقامي منه. همثل اني بطارد الصياد، اني بقرب منه، وهشتري سلاح ومعلومات، وهراقب كل نفس حد فيهم يطلعه. وبعد فترة كانوا ابتدوا عندي في الإدارة يعرفوا الحقيقة. قتلته وتعميت، وفضلت مستخبي في وسط الناس. الكل شايفني بس محدش عارف الحقيقة. انت ليه مش عايز ندور على اللواء اللي سيف بيحاول يقتله؟ ده يا ابني ده تضييع وقت مش اكتر. الصورة دي موجودة على الفيسبوك على حساب شيرين النيجيري، شكلها بتحبك لسه. هو انت بتبتزني ولا حاجة يا وائل؟ انا؟ لا، انا بس مش عايزة تيجي مني، مش عايز ابقى انا اللي اروح لعقيد حمدي واقول له على كل حاجة. والله اعلم بقى ساعتها هنعرف ايه كمان. أظن كفاية بقى لحد كده، كفاية المقالب الواحد بياخدها في الناس. وأنا مش هستحمل يا طارق إن صاحبي يطلع زي الناس دي. أنا ما بعملش حاجة غلط. أنت بتخالف القانون وبتخبي معلومات مهمة جدا عن جهة التحقيق. جهة التحقيق الهدف عندها إنها توصل للقاتل، واللي أنت بتحاول تحميه ما قدموش فرصة تانية إلا إذا الحقيقة اتقالت. مش أنا بعتت الصور دي لسيف في رسالة، يعني سيف كمان عارف الحقيقة. لا مستحيل، لو حمدي باشا عارف حاجة زي كده أكيد مش هيسكت. حمدي باشا ما يعرفش، محدش يعرف غيري يا طارق، لأني مسحت الرسالة. خلاص يا وائل، يلا
كده يبقى مفيش دليل على اي حاجه، وانا مش ناوي اتكلم، مش ناوي اقول اي حاجه لاي حد مهما كان التمن. واذا كنت انت عايز تثبت كلامك يبقى لازم توصل الاول لسيف وتاخد الموبايل منه وتطلع الصوره، وحتى لو عملت كده وائل هتبقى برضه مدان بنفس الجريمه اللي انت دلوقتي بتتهمني بيها. اذا كنت انت عملت كده عشان خاطر صاحبك، استكتر علي اني اعمل كده عشان خاطر ابويا. ابوك حد مهم ومعروف، عشان لما جيت تعرفني بنفسك قلت لي ان اسمك طارق فيصل وما رضيتش اكمل الاسم للاخر. على فكره طارق ده ضابط ممتاز، يبقى ابن اللواء فيصل غلام. فما بالك بقى ان طارق وقف للدنيا كلها علشاني وحارب بابا. بنت الدكتور كانت مخطوبه لابن اللواء. وريني شطارتك يا سعادة الملك. أنا عارف في ناس كتير منكم عندهم خبرات مهمة، خدموا جوه مصر وبره مصر كمان، حموا سفرة ووزراء ورؤساء دول. انتوا مجموعه من اكفأ الناس اللي اتقدمت للشغل معانا. احنا النهارده بنتعرض لاختبار مهم يا رجاله. سياده اللواء بيتعرض لخطر من مجرم لا يستهان به. بس دي بقى فرصتنا. فرصتنا ان احنا نثبت له ان احنا نقدر نعمل اللي الداخليه ما قدرتش تعمله. فرصتنا ان احنا نثبت له ان الفلوس اللي بناخدها ما تسويش المجهود اللي احنا بنطلعه. فرصتنا نثبت للبلد دي احنا مين ونقدر نعمل ايه. انا عايز كل واحد منكم ان تبقى في وسط راسه. عايز المجرم ده لما يقابلكوا يندم على اليوم اللي قابله فيه. انا متاكد اننا رجاله وانكم قدها وقدوه.